ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا آية من قناة حياتي في ايطاليا. لو لسه اول مرة تشوف القناة يا ريت تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد معانا. بنكمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده سلسلة مشروبات الكافيهات اللي بدأناها مع بعض، وبدأنا نعمل كل المشروبات الكافيهات في البيت زي ما انتم شايفين. ده سموزي الخوخ، حلو جدا وطريقته سهلة جدا 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 ومكوناته متوفرة ان شاء الله عندك في البيت. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف مكونات بينا مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده مكوناته سهلة جدا جدا، وهي عبارة عن مكعبات من التلج، وعندنا 2 حبة من الخوخ، وعندنا 1 من الموز، وعندنا علبة من الزبادي، اي نوع زبادي تفضليه، وكمان هنحتاج كوباية من اللبن وبنة للتزيين اللي هي الكريم شانتي لو انتي احتاجتيها. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هنغسل الخوخ ونقشر الموز، ويلا بينا نبدأ نحط مكوناتنا مع بعض في الخلاط. الخلاط هنستخدمه، انا هنا هستخدم الخلاط العادي، ممكن لو عندك هاند بلندر تعملي فيه مفيش مشكلة. انا هنا قطعت الخوخ زي ما انتم شايفين، وكمان قشرت الموزة بتاعتي، ودي علبة الزبادي، فيلا بينا نحطهم في الخلاط. تقدري تعملي السموزي بأي مكونات عندك من الفواكه. طبعا الولاد عندنا بيرفضوا ياكلوا الفاكهة بالشكل العادي، زي ما انتم شايفين كده انا هنا مقطعه الخوخ ده شرايح رفيعه جدا عشان هستخدمه في الاخر في التزيين، عشان طبعا انتم عارفين الاولاد بيحبوا ينبهروا. ودي علبه زبادي اكتيفيا بالفراوله، ممكن تستخدميها ساده او زي ما انتي حابه المتوفر عندك. انا هنا حبيتها تكون بالفراوله عشان فيها قطع من الفراوله وهتدي طعم للسموزي بتاعي، هيبقى متنوع الفواكه بالشكل ده. طبعا السموزي الصحي ما بيتحطش عليه سكر خالص. انا هنا هستخدم عسل النحل طبعا للتحلية. تمام، ممكن انت تحطي سكر ما فيش مشكلة، بس ساعتها مش هيبقى صحي تماما. يعني هنحط بقى كوباية من اللبن، اخيرا مكعبات التلج بتاعتنا هنحطها عشان تدي انتعاش للسموزي كده ويبقى سموزي حلو معاكو. تمام، هنا احنا عندنا عسل النحل زي ما انتوا شايفين ده شكله الميلي، هنحط بس معلقة عشان تدي تحلية مع الفاكهة مش اكتر. هو مش محتاج لسموزي بتاعك لانه اساسا في كمية فواكه، والموز بيدي طعم سكر طبيعي وتحلية طبيعية، فمش بيحتاج خالص. انا شايفين انا احط 2 3 كده مش اكتر، وده بقى شكل النهائي للخلاط قبل ما نبدأ ان احنا نضربه. بصوا شكله رهيب، وشكل الفاكهة كلها فيها مع بعض حلوة قوي. يلا بينا نشغل الخلاط على طول، من اللحظات اللي بحبها جدا. يعني ده الشكل النهائي للسموزي بتاعنا، وده سمكه، بيكون سمكه ما بين لا تقيل قوي ولا خفيف، يعني بيبقى كويس معاكي. هنجيب بقى الكاسات اللي احنا هنصب فيها السموزي بتاعنا او العصير بتاعنا، قدميه بقى بشكل حلو، لان كل ما كان الحاجة بتاعتك متقدمة بشكل حلو كل ما ضيوفك هينبهروا وكمان اولادك هينبهروا. فانت تقدري تستغلي النقطة دي وضعف اولادك امام الحاجة ما يبقى شكلها حلو. تمام كده، هنحط بقى الشليمون عادي خالص، وهنحط كريمه وهنزوقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده باقل الامكانيات. الكافيهات بتعمل حاجات تبهرنا، لان طبعا العين بتشوف الحاجه قبل ما بتشرب. نجيب الكريمه ونزوقه بالشكل ده، كريمه حلويات عاديه اللي هي بتبقى الجاهزه، ممكن انتي تعمليها في البيت، والكيس الحلواني تقدري تزيني بالشكل ده، بس طبعا احنا بنستسهل دي في البيت جدا، وبالذات لو هيبقى عندك ضيوف.
مشروبنا كده خلاص خلص، هنحط عليه شرايح الخوخ بالشكل ده وهيبقى معايا بالشكل الجميل اللي قدامكو ده، بجد شكل وتحفة، وتقدري تبهري بيه أولادك وضيوفك زي ما قلنا، وكمان تبهري بيه وتدلعي بيه نفسك وتدلعي جوزك معاكي كمان. فإن شاء الله أتمنى تكون وصفتي بتاعت النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم الوصفة يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ده الشكل النهائي، أشوفكم على خير في فيديو جديد ومشروب جديد وأكلة جديدة أو فلوج جديد. باي باي.